السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ عاملين ايه؟ وحشني، كل فيديو بتوحشوني. انا هنا حبايب قلبي في المنور بتاعي. المنور بتاعي ده هو سر نظافة البيت او الشقة عندي. انتوا عندكم البلعات دي تحت الحوض صح؟ او في الحمامات او في المطبخ، تمام؟ انا عندي يا حبايب قلبي ده اللي بيصرف الميه للمصرف الخارجي خالص، تمام، بالبلدي كده يعني. وده انا كنت بعمل ايه روتين بصراحه، فحبيت اعمل الوصفه لوحدها. ايه هو كان روتينك؟ روتيني كان تنظيف. انا بحب انظف الايه المنور بتاعي صراحه. انا نظفته، فانا قبل ما انظفه كانت البلاعه مسدوده، كانت البلاعه مسدوده. جربي الوصفه وهتدعيلي، جربي الوصفه وهتدعيلي. حبيت ان انا اشارككم في الوصفه. تعالوا بقى كده نعرف مكوناتها ايه مع بعض ونقول بسم الله. شوفوا بقى يا حبايب قلبي معايا ايه بقى. معايا ملح، ليمون، ومعايا كربونات اللي هو كربونات الصوديوم اللي هو بيكربونات الصوديوم، تمام، ومعايا بوتاس، ملح، ليمون، ماشي، ومعايا بيكربونات الصوديوم، تمام، ملح، ليمون، بيكربونات الصوديوم، بطاطس، تمام، ومعانا ميه مغليه. هتعملي ايه يا حسناء؟ البلاعه تحت دي كانت مسدوده معاكم وانتوا شفتوها في الروتين صح ولا انا غلطانه؟ دلوقتي انا مسحت ونضفت وعملت كده، بس بعد ما عملت الوصفه ما بخلتش عليكم، لازم اعملها قدام حضراتكم. ازاي؟ هتجيبي يا روح قلبي، هتجيبيها كده زي ما انا هعمل معاكي دلوقتي. هتجيبي معلقه اهي، ما تحطيها كده، تمام، وهتجيبي معلقه اهي وتحطيها كده، تمام، وهتجيبي معلقه وهتحطيها كده. سحر سحر سحر، ومضمونه 100%. هنحط عليها، بصوا انا لسه ما حطيتش الميه السخنه. سامعين؟ سامعين الفوران؟ سامعين الفوران؟ اهو انا لسه ما حطيتش ميه خالص. بصوا، شايفين؟ شايفين يا حبايب قلبي؟ شايفين؟ هتسلك لك وهتطلع ريحة كانت مكتومة عندك، وتنظف لك المكان وهتدعي لي بتحدي. جربي وبتحدي وهتقولي حسناء قالت، وهتقولي الكلام ده صح ولا كلامي غلط. شايفين؟ اهو شايفين الفوران؟ اهو، ايه رأيكم؟ كانت صدمة بالنسبة لي بصراحة لما لقيت البلاعة بتاعتي كانت مسدودة. شايفين الفوران هيتنها تفور كده، بس صدقوني لو في ريحة وحشة هتطلع، تمام، ولو في انسداد في البلاعة هيحصل ان هي تتسلك وهتتنضف كمان. مكون بسيط في بيتنا، المكون كان عبارة عن ملح، ليمون، وبوتاس، وبيكربونات الصوديوم، لا اكتر ولا اقل. شايفين طبعا الفوران، وهتنها فوران كده لحد ما تطلع. بصراحه انا هجربها هناك كمان في الايه، في كل البلعات اللي عندي جوه حبايب قلبي حسونه، وهجربها هنا معاكم كمان في هنا. المنظر رهيب، تمام، المنظر هنا رهيب صراحة. المنظر هنا كان رهيب خالص، بس انا مش هفتح قدامكم واوريكم المنظر لان دي الصرف الصحي، تمام، بس انا هجرب نفس الطريقة اهي. معلقة، تمام، وهنا كمان معلقة، وهنا كمان معلقة. شايفين الفوران؟ سامعينه؟ سامعين الصوت؟ انا ما حطيتش مية، تمام، المية دي يا جماعة انا حطها سخنة. بصوا، سامعين؟ ايه، انا هكتفي بالشكل كده علشان خاطر دي الصرف الصحي. وكانت دي وصفتي معاكم النهارده في يومي يا حبايب قلبي، دي كانت وصفتي معاكم. وكده يا حبايب قلبي يبقى المنور بتاعي خلاص تمام اهو، تمام. دي كانت الوصفه كمان انا عملتها معاكم. شايفين شكل البلاعة نضف ازاي؟ وشايفين المنور بتاعي نضف كمان اهو. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي. المنور التاني
هنضفه برضك واعمل فيه نفس الطريقة كمان، بس هو مليان تراب، تعالى اوريهولكوا علشان خاطر نمسحه. ده كان يعني المنور، بس الحمد لله نضف، الحمد لله نضف خالص اهو. تمام، ادخل بقى الحاجة بتاعتي دي وادخل كيس الفينيك ده واشوف الناحية التانية في الشقة في الأوضة التانية في المنور بتاعها. يلا يا حبايب قلبي، انا دلوقتي حبايب قلبي في المنور بتاعي اهو، بعد ما مسحته شايفين شكله بقى عامل ازاي اهو. بس كل واحد عارف الظروف بقى، انا قلت لكم الاسمنت ده من الصبه بتاعت ابراهيم ابني، كنا بنصب قبل ما نعمل قناه يعني. تمام، المايه دي مايه مغليه، ومعايا ملح ليمون، ومعايا بيكربونات الصوديوم، ومعايا البوتاف، نفس الخطوه اللي انا عملتها في منور المطبخ. بصوا هذا معلقه اهي، تمام، وادي معلقه اهي، وادي معلقه اهي. مش عايزه اقول لكم يعني الشكل، بصوا سامعين ايه رايكم؟ وبرده هعمل واحده هنا، بس انا دائم اهوت معلقه ملح ليمون، ومعلقه بيكربونات الصوديوم، ومعلقه بوتاس. تمام، وبرضو هعمل نفس الخطوة دي، هعملها هنا اهي، ماشي. هجيب بس الخطوات بتاعتي كمان، وادي معلقة ملح الليمون، وادي معلقة البطاطس. دي يا جماعة اعملها دورة كده ايه كل شهر زي الغسالة. بصوا انا هحط كده اهي، سامعين؟ شوف الصوت، تعالوا بقى هنا شوفوا الصوت بقى هنا، هنا هيبقى ظاهر قوي. بصوا سامعين؟ واحط هنا، سامعين يا حبايبي؟ دي ميه مولعه، فينا شر النار يا رب. تمام كده حبايب قلبي، انا عملت ايه؟ خلاص نضفته اهو، هقفله بقى عشان ما سخنه تقيل. تمام، وده برضو اقفله، والبلاعه بتاعتي اقفلها، انا بقفلها كده، ما بقفلهاش بالغطا، بس بقفلها كده حبايب قلبي. طبعا الحنفيه دي بايه؟ خلاص كده. وده كان النهارده ايه روتيني المنور. بحبكم في الله، بحبكم طبعا. انا انهكت صح، عشان انا موطيه وماسكه الموبايل بايدي. وده كان المنور بتاعي، والوصفه بتاعتي انا عملتها معاكم في المنور، انا هعملها برضو في الحمام، وهعملها تحت الحوض. نورتوني حبايب قلبي، قومي كده شجعي نفسك، يلا يلا يا روحي. يلا بقى زمان الغساله فصلت علشان انشر واختم معاكم النهارده روتيني الطويل ده. يلا بينا. معانا في الحمام، بس انا مش هتكلم، هنحط ايه؟ تعالوا كنت معاكم في الحمام علشان مش عايزه اتكلم في الحمام يا حبايب قلبي. ودي كانت وصفتي، وزي ما انا قلت لكم جربوها وقولوا لي ايه رايكم.